السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على القناه ديالكم. مرحبا قناه اراضي والعقارات، مرحبا بكم. رحنا مازالين نواحي برطمطم، هذا الفيديو الثاني للفصاده الثانيه ديال 2 هكتارات اللي قريبه الطريق محفظه. الارض ديالها تربه فلاحيه كما تشوفوا، هي هذه قدامكم على جنبها. بالنسبه للناس اللي يديروا المشيه والراعي على جنبها اكثر من 400 هكتار خاويه، هذه ديال الدوله كيزرعوا خاصه للراعي الاغنام وداكشي اللي كلشي ما كيستغلها حتى شي واحد. رحنا غاديين على جنب الحدود ديال 2 هكتارات، حنا غاديين معهم وغادي ندورو بها كامله ان شاء الله. الطريق قريبه لها، ما بعيداش حتى بواحد 200 ولا هذا متر، عندها دخله مزيانه قريبه لبيرطمطام، قريبه لتبوده، وحتى بالناس ديال فاس راها ما بعيداش عليهم بزاف، والناس ديال صفرو كذلك جات قريبه للطريق الرئيسيه الرابطه ما بين فاس وجده وفاس تازه، قريبه لذاك الطريق ما تقريبا ما تكونش واحد 4 كيلومتر 5 من الطريق ديال فاس الكبيرة الناسيونال اللي عند هاد البلاد، هادي من بيرطمطم الطريق الناسيونال اللي عندها تكونش 4.5 كيلومتر وما تكملش كاع، تقدر تكون غير 4. الارض ديالها فلاحية صالحة للكوارة صالحة للزراعة كما كنقولوا، هاد الارض اللي شاد عليها راها ماتة ديال واحد. بالنسبة للطريق قريبة، الضو موجود، الما كاين، هادشي اللي مطلوب، الضو الما الطريق المحافظة هادشي. بالنسبة للثمن ديالها سيد مولاها كيطلب فيها 30 مليون، 15 مليون للهكتار. ان شاء الله الرحمن الرحيم، وما يكون غير الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي جا عجباتو ان شاء الله ما يكون غير الخير. المهم بالنسبه للموقع، عندنا موقع استراتيجي واعر قريب الطريق، المحافظه محفظه، فيها ثمن مزيان. وتحيه لكل متتبعي قناه عقارات واراضي الخير، تحيه لكم وتحيه كبيره وعواش مبروكه وتبارك الله عليكم.
وحده اخرى ديال هاد الفيرما من هنا ومشات. شتي ها الصور ديالها، راه الصور فين دايس، حنا دايزين في وسط الفيرما. داكشي تبارك الله راه زوين، في الطريق كتدي لضايا، ضايه الاميره فهمتي. ها شويه نكمل معكم التصور. هذا سيدي ها انت الفيرما هي هذه، وعندو طريف هو خاوي، هو داير بالكركور فهمتي، ها هو طريف بالكركور والقرياش، ها هو كيشوف ضايه الاميره. ها الضايه ها انت سيدي، شوف على المنظر، المنظر جميل. هذه كاينه في اموزار كندار ضيت عوا، هذه عندي مولاها مباشره. ها انت سيدي كاين البير الماء الكافي، سي ايوا الضيا انتما كتشوفوا.